اول حاجه بحمد ربنا على ان محدش اتعور من الفرقتين ان طلعوا سلام الحمد لله. طبعا ما بنلعب ان فريق النادي الاهلي فرقه كبيره، فرقه محترمه، فرقه الاول على الدوري، فرقه فرقه على بقيه الفرق، فرقه كسبه الماتش النهارده الماتش العاشر على التوالي، بلعبهم في افضل حالاتهم. اللي مزعلني بس النهارده ان اللعيبه ما عملتش اللي انا قلت عليه في المحاضره وفي طول الاسبوع، اللي هو نقفل ازاي على نقط القوه بتاعت النادي الاهلي، ازاي نقفل على باكين الطرف، ازاي نقفل على اشعيه وعلى عبد الله السعيد. في ناس التزمت وناس فتحت. الثلاث اهداف جم من عندنا اخطاء، يمكن حذرتهم من اول ربع ساعه. النادي الاهلي بينزل ضاغط ويحاول يجيب جون على قد ما نقدر، كل ما نطول في الوقت النادي الاهلي يبدا يفتح ونبدا نشتغل. في الدقيقه الثامنه جابوا هدف، وبعدها تلت ساعه ولا ربع ساعه جابوا هدف تاني، فده اربك حسابات اللعيبه. الحمد لله كملنا. يمكن بعد الهدف الاولاني دخل فينا، بعدها بدقيقتين جالي انفراد لاحمد علي كان ممكن يدخلني في الجيم تاني. خلاص الحمد لله بنقفل الصفحه ونبص على الماتش اللي جاي، لسه بعد 3 ايام هنقابل الاهلي تاني. السيناريو اللي انت كنت حاطه للمباراه قبل ما تتلقى هدفين، ويمكن الهدفين جم بدري واكيد اربكوا حسابات الجهاز الفني شويه، كان ايه السيناريو اللي حضرتك حاطه للمباراه؟ أنا والله السيناريو اللي احنا عايزين طول ما الوقت بيعدي النادي الاهلي بيبقى متوتر اكتر لانه عايز يكسب، بيلعب على المكسب. انا النهارده يعني الفرق معايا نص الملعب، انا عندي ناس مصابه، ان ابراهيم صلاح وسوستا لعيبه كتيره مش موجوده، فالحمد لله ان شاء الله يبقوا موجودين الماتش الجاي، يكونوا رجعوا ان شاء الله. بدات حطيت بقول لك محمد فاروق في نص الملعب وطارق جبري عشان يبقى عندهم سرعه عشان يبداوا يعملوا لنا نقله الهجمه بسرعه، مع ويليام قدامه وطاهر واحمد علي. يمكن الطرفين ما عملوش اللي كان مطلوب منهم طاهر وويليام، الحمد لله ما فيش اي مشاكل. اللعيبه برضو انها نقعد معاها الثلاث اربع ايام دول نوريهم الاخطاء اللي حصلت لهم والكلام اللي احنا اتكلمنا فيهم ازاي ما اتعملش، ولو كان اتعمل كانش هيجي فينا الاهداف دي. ان شاء الله ونبص على اللي جاي باذن الله. بعد اقل من اسبوع مباراه اخرى امام النادي الاهلي، هل في فرصه لتدارك الاخطاء بالنسبه لحضرتك خلال الفتره الجايه بالنسبه للاعبي النادي المقاولي؟ هي المشكله اللي زي ما قلت لك احنا بنلعب الاهلي في افضل حالاته. المشكله ان انت عارف لما تيجي اي فرقه بتيجي تلعب الاهلي بتطلع اقصى ما عنده، لان الاهلي عنده لعيبه مميزه، فانت عشان تقابلهم لازم تطلع اقصى ما عندك. الحمد لله اللي بحمد ربنا اللي بقول لك يمكن الخساره الوحيده النهارده اللي هي نتيجه المباراه، انما الحمد لله ما حدش اتصاب، ما حدش اتوقف. طبعا لا في 3 4 ايام نبدا نشتغل فيهم على الاخطاء اللي حصلت، وهي دي اللي انا كنت متكلم فيها، وان شاء الله نتدارجها باذن الله الماتش الجاي. بغض النظر عن مباراه النهارده والمباراه المقبله، لكن انا عايز احيي حضرتك على مسيره نادي مقاولين هذا الموسم، مسيره يمكن محترمه، اداء جيد على مدار الموسم. عايز اخد تقييمك بشكل عام ورؤيتك لشكل المنافسه، او بالتحديد حضرتك متواجد مثلا في المركز السابع او الثامن، رؤيتك لمسيره نادي المقاولين في هذا الموسم في بطوله الدوري. والله بحمد ربنا احنا عملنا ماتش كويس قوي، اداء كويس. يمكن الماتشين اللي ضغطونا احنا كنا كسبانين الاسماعيلي، اخر ماتشين يمكن اتعادلنا مع الاسيوطي والنصر، هي دي اللي وقعتني شويه، انما لو كنت كسبت الماتشين ده كان زماني رابع مع معدي النادي الزمالك كمان. فالحمد لله بحمد ربنا وراضي كل الرضا على اللي احنا فيه السنه دي، راضي على اداء اللعيبه والمركز اللي احنا فيه. لسه بدري، لسه حوالي 12 ماتش، لسه في كراسي موسيقيه، يمكن الرابع اللي بيني وبينه ماتش اللي بيني وبين المركز الرابع، وبيني وبين المركز ال 12 برضه ماتش ولا ماتشين. الدوري صعب، الدوري صعب، ولسه لازم تبص على المدى البعيد ولازم تشتغل. فان شاء الله نشتغل فتره جايه وربنا يحسن مركزنا ان شاء الله. طيب شكرا كابتن.